والله حضرتك انا جيت الصبح افتح. انا من يوم الخميس كنت اجازه، وما اعرفش ان من يوم الخميس كان في غرق هنا، مش غريق واحد، كان في اربعه، يعني في اكتر من حد غرق في اليوم ده. حضرتك جيت لقيت اهل ولد اسمه مروان عنده 5 سنين موجودين من يوم الخميس بايتين في الشارع. غريق موقع الموقع اللي غرق منه الولد، اقرب مكان لي ان هو يركن فيه او نلاقيه مسعف وقت مسعف المفروض. حضرتك هو غرق هنا، غرق هنا عند المركب ده مثلا، تمام، بس من بره من على البر. فحضرتك اقرب مكان يرسى فيه او يزنق فيه او يتشد فيه، تمام، هنا تحت الهيج ده جنب اليمين، من اول حضرتك، من اول مركب، من اول مركب لاخر مركب، تمام، ومن بعد اخر مركب ب2 متر ولا حاجه، ب2 متر غالبا. حضرتك اغلب الحالات اللي حصلت قدامك حالات كتير، انت قلت لي انك هنا في المكان بتحصل حالات، الحالات اللي حصلت قدامي قليل جدا اللي بيطلع من بره، كله بيطلع من هنا، بيركن هنا، كله بيركن تحت الهيج ده، ليش هنا تحت المراكب دي. بقاله قد ايه مروان تحت الميه كده؟ يعني انت بتقول لي من يوم الخميس، من يوم الخميس. حضرتك النهارده ايه؟ سامعك، النهارده السبت، النهارده السبت، يعني خميس جمعه سبت حد، 4 ايام. حضرتك لما سالت اهل المتوفي قالوا لي حضرتك الحاجات دي ما اتحركتش، اتحرك منها حاجه واحده، اول حاجه من بره، تمام. لا حضرتك المفروض كله يتشال، وغطاسين تيجي من شرطه المسطحات المائيه تغطس وتدور. حتى بتقول لي ما اعرفش حد يعرف ينزل وسط الحديد ده، ينزلوا حضرتك بس ممكن يتخبط، فعشان كده بيبقى عايز يحرك الاول. لا حضرتك مسطحات حضرتك مجهزه للغطس في اي مكان، تحت المراكب، فوق المراكب، تحت في اي مكان. الحالات اللي غرقت قدامك قعدت قد ايه في الميه ولقيتوها بعد قد ايه؟ 3 ايام، تمام، يومين. وبتطلع الوش ولا تبقى يعني غطسانه تحت؟ والله بصراحه بالنسبه للمكاني هنا اغلب الحالات بتبقى مزنوقه تحت باجور، تحت مرسى، تحت ازق، غالبا يعني. بتطلع بقى، ده الكلام ده بقى بعد 4 ايام ولا حاجه او 5، بره، مش في الجنب كده، بره.